السلام عليكم. البعض يسألني عن الأشجار المستديمة في الأحواض المتنقلة، هل بعد مدة أغير التربة أو لا؟ طبعا الإجابة على هذا لا، لا تغير التربة، التربة لا تغيرها. وإذا اضطريت أنك تغير التربة، طبعا التربة في الأحواض، خاصة في الأحواض، بعد مدة تلاحظ أن مستوى سطح التربة انخفض، لأنه التربة تستهلك، بعضها يطير مع الرياح، وبعضها ينضغط، وبعضها يخرج مع فتحات صرف الماء. في هذه الحالة إذا حبيت أنك تضيف تربة، ترجع مستوى سطح التربة السابق، يعني تختار تربة جيدة مثل بوتنج سويل، وترفع مستوى التربة، ترجع مستوى التربة إلى مستواها السابق، بدون ما تعمل، بدون ما تخربش التربة أو تحرف التربة وتضيف تربة أو تقلع شجرة من الحوض وتسوي لها تنفيس وتسوي لها خربشة. لا، هذا كله خطأ، خطأ، واحذر أنك تطبقه. طبعا هذه الشجرة لها أكثر من 5 سنوات في هذا الحوض، ما غيرت التربة أبدا، التربة ما لمستها، فقط أعطيها سماد، له السماد الدوري، سماد MBK مع شاي الكومبوست العضوي، أو MBK مع هيوميك أسيد. الهيوميك أسيد يعمل على تعديل التربة، أيضا السماد العضوي الجاهز يعمل على تعديل التربة، والام بي كي يمدها بالعناصر. واترك عنك اللي يقول لك طلعها ونفسها وخلخلها، وهذا لا، واضف تربة لا، اتركها. اي اذا، واذا كان هذا مهم، معناها الاشجار اللي في المزروعة في الارض بعد نفس الشيء، كل سنة نقلعها من الارض ونسوي لها تنفيس وهذا لا، هذا خطأ. فقط مثل ما قلنا، عطها سمادك الدوري، ولا بد انك تسمح للتربة بالجفاف قبل الري. قبل الري لابد انك تشوف التربة جافة، او انك تعطي فاصل بين الريات، لان التربة مع مرور السنوات تنضغط، كلما انضغطت كلما زاد اختناق الشعيرات الجذرية. فأنت إذا سمحت للتربة بالجفاف قبل الري، يتقلقل الأكسجين في التربة، وإذا دخل الأكسجين تنفست الجذور، وإذا التربة فيها أي مشكلة تعفن أو هذا، الأكسجين بإذن الله يحل لنا المشكلة. فلابد أنك طالما التربة سليمة، معناها الجذور سليمة، وإذا كانت الجذور سليمة معناها الشجرة سليمة. في شيء زي ما قلنا، التربة تنضغط. طبعا هذه الشجرة مثل ما قلت لها سنوات في هذا الحوض، ما بدلت التربة ولا نفست التربة ولا أي حاجة، ومثل ما نشوف نمو الشجرة طبيعي جدا، حالتها الصحية جيدا، توجد نموات جديدة، والنموات الجديدة تعكس الحالة الصحية للشجرة، وفيها هذه الأوراق الجافة، هذه بسبب الإجهاد الحراري في فصل الصيف. والمهم في الموضوع هو وجود نموات جديدة في الوقت المناسب، يعني الآن وقت نمو، موجودة نموات جديدة، يعني شجرة سليمة. طبعا في طريقة أخرى مشابهة للطريقة السابقة، في ناس إذا شرى شتلة يطلعها من الحوض قبل ما يزرعها، ويحاول أنه يخربش التربة ويفتفت التربة ويكسر الجذور بقصد التنفيس وما أدري إيش، وهذه الطريقة خطأ. بمجرد ما ينفك التحام الجذر بالتربة، خلاص هذا الجذر غالبا يموت، ما يستمر، وهذا يؤخر نمو الشتلة بعد الزراعة. وهذه الطريقة أساسا تطبق، يعني جاتنا من مقالات أجنبية يطبقونها عندهم، لأن المناخ عندهم
أما أنه بارد أو معتدل مائل للبرودة مع وجود الرطوبة. أما في مناخنا الحار والجاف وشديد الحرارة لا ينصح أبدا بتطبيق هذه الطريقة، بل خذ الشتلة وازرعها كما هي. الكرة الجذرية هذه لا تلمسها أبدا، انزعها من الحوض وازرعها مثل ما هي عليه.